ومدرسة التميز من رباها، يشع النور في كل الرحاب، درجت على مقاعدها ربيعا، يراعي في يدي ومعي كتابي ومدرسة التميز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، إن شاء الله دقائق معدودة نعيش مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الكل إن شاء الله يكون معانا دقائق معدودة. عايزين تعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد الكل يبي يعيش مع النبي، مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موسى وعيسى وصالح وغيرهم من الأنبياء. عنوان الدرس يا شباب: أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم السلام. مجال العقيدة الصف السابع، الوحدة الرابعة، الدرس الأول. صفحة كم يا شباب؟ صفحة 102. 102. ما معنى المعجزة؟ احنا قلنا عنوان الدرس معجزات الأنبياء، ما معنى المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه تصديقا له في دعواه، مقرونا بالتحدي مع عدم المعارضة. لكي نعرف معنى المعجزة أو نفهم معناها، مثلا الرسول طلب منهم قريش أن يظهر لهم معجزة، فأمر القمر أن تنشق فانشقت القمر، هذا أمر خارق للعادة يظهر الله على يد نبي من الأنبياء تصديقا لهم في دعواه مقرونا بالتحدي مع عدم المعارضة، هذا معنى المعجزة. الآن معنا الآية، إيش معنى الآية؟ الآية اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم، سواء قصد به التحدي أم لم يقصد. ما هو الفرق؟ أو يعني من باب التوضيح، هل يطلق على المعجزة لفظ آية؟ نعم، لأنها أشمل وأعم. يطلق على المعجزة آية لأنها أشمل وأعم. خوارق للعادة لا تعد معجزة، هناك أشياء خارقة للعادة لكن لها ليست معجزة. هنا أربع أشياء، ركزوا معنا. ما هي الأولى؟ الكرامة، الثانية المعونة، الثالثة الإهانة، الرابعة الاستدراج. خوارق العادة لا تعد معجزة، قلنا ما هنا الأربع؟ الكرامة. الأولى ما هي الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح غير مدع للنبوة، رجل صالح مثل الصحابة أو غيرهم من العلماء. والمثال هذا يوضح ما حدث للصحابي الجليل خبيب بن عدي عندما كان أسيرا عند المشركين بمكة، أسره المشركون، فكان يجد عنده، ماذا كان يجد يا شباب؟ اقرأوا. كان يجد عنده عنبا فيأكله، وليس بمكة عنب، تخيلوا ما كان في ولا عنبة في مكة، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل كرامة له هذا العنب، فكان يأكل منه وهو أسير محبوس. اثنين المعونة، ما هي المعونة؟ اقرأوا معايا باللون الأزرق. المعونة يلا شباب، هي أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخلصا من شدة، ليس عالم وإنما إنسان عادي، مثل إيش؟ المثال عندما هاجرت أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، تخيلوا، وجهدت تعبت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت، وكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش. هذه معونة من الله عز وجل لهذه المرأة وهي من عامة الناس. الثالثة وهي الإهانة. الإهانة أنتم تعرفون مسيلمة الكذاب صح؟ أكيد الكل يسمع مسيلمة الكذاب. فالإهانة أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة خلاف مطلوبه. والمثال، المثال أمامكم ما حصل لمسيلمة الكذاب عندما تفل في عين رجل، قد رمدت، يعني واحد رجل كان في عينه رمد، أصابته رمد، فتفل في عينه على أساس يشفى، فماذا حصل؟ بدل ما تبرأ عميت، وهذا إهانة من الله عز وجل لهذا الرجل لأنه كان كذابا. الرقم الرابع وهي من خوارق العادة وهي لا تعد معجزة، وهو الاستدراج. الاستدراج ما هو الاستدراج؟
أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للنبوة. من هو هذا الرجل الفاسق الذي يدعي النبوة في آخر الزمان؟ فاسق مدع للألوهية، أول شيء يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية. من هو هذا الرجل الفاسق الخبيث؟ هو المسيح الدجال، وهو عندما يقتل شخصا ثم يحييه، الله عز وجل يكرمه ويستدرجه بهذه، يعطيه هذه العلامة استدراج، هل الناس يؤمنوا أنه إله أو ليس إله. فهذا الرجل يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل خير الناس أو من خيار الناس. هذا الرجل المؤمن يأتي إلى الدجال، ما يقول له؟ تخيلوا الدجال هذا المجرم الذي نقول نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، المؤمن يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فإيش يرد عليها الدجال؟ تخيلوا يا شباب ماذا يقول له الدجال؟ أرأيتم، يكلم الناس، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيته هل تشكون في الأمر؟ تشكون إله؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. هذه استدراج من الله عز وجل لكي الناس هل سيؤمنوا بالمسيح الدجال أنه إله أو أن الله عز وجل هو إله. احنا خلاص عرفنا أن المسيح الدجال يعني يعطى هذا الشيء، فلن نصدق المسيح الدجال حتى لو قتل هذا الرجل، نقول أنك المسيح الدجال الكذاب. طيب يا شباب الآن سنرجع إلى عنوان الدرس. ما هو عنوان الدرس؟ المعجزة. المعجزة قلنا لمن؟ للأنبياء. ما هي الحكمة من المعجزة؟ وما هي مناسبتها للمرسلين؟ ليش الله عز وجل يعطي الأنبياء والمرسلين معجزة؟ الحكمة من المعجزة أولا إثبات قدرة الله تعالى، اثنين إثبات صدق الرسول، ثلاثة تكريم الرسول وإظهار منزلته، أربعة إنذار الكافرين وتنبيه الغافلين، الخامسة والأخيرة هداية الخلائق. هذه الحكمة من المعجزة، خمسة أشياء. الآن سننتقل إلى هذا العنوان وهو أعدد بعضا من معجزات الأنبياء. عندنا أنبياء كثير كان معهم معجزات. الناقة معجزة النبي من؟ احفظوها، الناقة معجزة للنبي من؟ صالح عليه السلام. قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخرج الله ناقة من الصخرة، تخيلوا هذه الناقة من خرجت؟ من الصخرة. قوم صالح قالوا يا صالح إذا كنت تزعم أنك نبي فأرنا آية، فماذا أراهم؟ قال أرأيتم لو أخرجت من هذه الصخرة ناقة ستؤمنون؟ قالوا نعم. فأمر الصخرة أن تخرج منها ناقة فخرجت هذه الناقة، ولكن للأسف كذبوا. اثنين معجزة نبينا من؟ اقرأوا معايا، من النبي الذي في الصفحة الآن؟ إبراهيم. معجزة نبينا إبراهيم تحول طبيعة النار إلى برد وسلام، من طبيعة النار ماذا؟ الإحراق، ولكن الله بقدرته حفظ إبراهيم عندما ألقاه قومه فيها لأنه أقام الحجة عليهم. اقرأوا هذه الآية، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ماذا قال الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تخيلوا هذه النار التي تشتعل، الله عز وجل أمر النار ألا تحرق إبراهيم فكانت بردا وسلاما، فخرج إبراهيم ولم يحترق، هذه معجزة. الآن معنا رقم جيم، احنا بدأنا بصالح ثم إبراهيم ثم موسى. موسى عليه السلام كان معه معجزات كثير، أيده الله بإنزال العذاب على قومه بآيات معجزات منها. أصابتهم السنين، ما هي السنين؟ هو الجد والقحط، الجدب والقحط. يعني تخيلوا الآن شوفوا هذه الأرض كانت فيها كلها زروع فأصبحت جدباء، ما فيها قحط ولا زرع. قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فنقص الثمرات هذه أول معجزة من معجزات موسى عليه السلام، نقص الثمرات. شوفوا الثمرات هذه، شوفوا على اليمين، على اليسار كانت الزروع والخضرة والشجر، شوفوا الله عز وجل سلط عليها الجدب والقحط فأصبحت جرداء ما فيها أي شجر. المعجزة الثانية
اقرأوا المعجزة الثانية، ايش قرأتم؟ الطوفان، الماء الكثير، الطوفان الذي يتلف المزارع، تأتي سيول خلاص تدمر المزارع. هذه آية ثانية. الآية الثالثة الجراد، أرسل الله عليهم جراد كثير جدا، جراد واجد، الجراد الذي لا يدع أخضر ولا يابس، أكل عليهم كل الشجر. ومن ضمن المعجزات ما هي المعجزات؟ أن الله أرسل على قوم فرعون القمل المؤذي لأجساد الناس، تخيلوا جاءت قمل في فروشهم وفي أجسادهم وفي ملابسهم، خلاص ما قدروا يناموا ولا قدروا يستطيعوا أنهم يقعدوا، لأن هذه معجزة من معجزات موسى. والمعجزة الخامسة الضفادع التي نقصت عليهم عيشتهم لكثرتها، يدخلوا البيت وفيه يعني يجدون أمامهم ضفادع كثير كثير جدا، لدرجة أنهم خلاص ما استطاعوا يعيشوا من كثرتها. إذن كم معنا معجزات الآن؟ وصلنا إلى المعجزة السادسة، الدم. تصور والدم، أكيد كل واحد يعرف الدم، لكن هذه المعجزة ما هي؟ كيف طريقة الدم؟ أن الله عز وجل يدخل على طعامهم وشرابهم الدم، يبي يشرب في يجد أن هذا الماء تحول إلى دم، يبي يأكل مثلا الفول أو الملوخية أو الشربة أو اللحم فيجد أن هذا الطعام أصبح فيه دم، وهذه من معجزات موسى عليه السلام. ثانيا بقية المعجزات، باقي معجزتان عظيمتان. ما هما المعجزتان عظيمتان؟ إدخال يده في جيبه وهو درع القميص، ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء ولا مرض. تخيلوا هذه يد فرعون عندما تخرج بيضاء من غير سوء، يدخلها داخل جيبه داخل القميص ثم ينزعها فيشوفها الناس بيضاء بقدرة الله عز وجل، هذه معجزة. وثانيا العصا، العصا هذه عصا سيدنا موسى عليه السلام كانت تتحول إلى ثعبان، إلى حية عظيمة، وهذه من معجزات موسى عليه السلام. إذن معجزات موسى كثيرة. الآن ننتقل إلى معجزات نبينا عيسى. ماذا قال الله عز وجل؟ من يقرأ هذه الآية؟ يلا ركزوا معي يا شباب، والكل يقرأها على أساس تكسبوا حسنات. يلا الكل يقرأ. قال تعالى، اقرأوا معايا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. شوفوا أول معجزة، تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. انتهينا من آية 110. الآن الآية التي بعدها: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إلى آخر الآيات، إلى آخر هذه الآيات. الآن ننتقل إلى تفصيل هذه الآية. نشاط رقم 4، ما هو السؤال؟ معجزات نبينا عيسى من خلال الآية السابقة التي قرأناها. واحد، التكلم في المهد وهو صغير، يعني تخيل عمره يعني يومين ثلاثة أيام ويتكلم مثل الكبير، هذه معجزة من معجزات عيسى. اثنين، نفخ الروح في الطين، يجمع طين تراب فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثلاثة، يمسح الأكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى فيبرئه بإذن الله يشفيه. أربعة، يمسح على الأبرص فيشفيه بإذن الله. خمسة، يحيي الموتى بإذن الله، بعضهم قال بالنداء وبعضهم قال بالنفث. ستة، أنه ينبئ الناس وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. سبعة، أنه كف الله بني إسرائيل عنه حينما أرادوا قتله. ثامنا، مائدة سيدنا عيسى عليه السلام. أخيرا، رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء، رفعه الله إلى السماء فلم يستطع اليهود أن يقتلوه. ماذا تعلمت من الدرس؟ هذه خلاصة الدرس يا شباب. الآن نشوف معنا الدرس، هذه الخلاصة. الخلاصة نسترجع الآية رقم 2، المعجزة رقم 3، نؤمن بالمعجزات رقم 4، يؤيد الله كل رسول بمعجزة رقم آية رقم 1، الآية اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم. 2، المعجزة أمر خارق كما قلنا للعادة، يظهره الله على يد نبي من أنبيائه تصديقا له في دعواه. 3،
نؤمن بالمعجزات لأنها تأييد من الله لأنبيائه عليهم السلام. أربعة وأخيرا، يؤيد الله عز وجل كل رسول بمعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه. الآن يا شباب، ما هي القيمة المستفادة من الدرس؟ القيمة المستفادة الإيمان بالمعجزات، نؤمن بالمعجزات ونصدق بها. المظاهر السلوكية، رقم واحد، أصدق بالمعجزات لأنها من عند من؟ من عند الله. اثنين، رقم باء، أحافظ على تلاوة القرآن الكريم لأنه أعظم معجزة. جيم، رقم ثلاثة، أقرأ قصص الأنبياء لأتعرف على معجزاتهم. شلون أعرف قصص الأنبياء وأعرف معجزاتهم إلا إذا قرأت هذه القصص؟ الآن ننتقل إلى الأسئلة ونختم الدرس. التقويم، شوفوا درس لطيف وصغير. السؤال الرابع، لأن السؤال الأول والثاني والثالث الكل يحل هذا الأسئلة الثلاثة في البيت، يجتهد ويبدأ يشغل عقله. ما هو السؤال الرابع؟ عندنا الكلمة، ما هي تحت الكلمة؟ عندنا عدة أشياء. الآية تحتها ماذا يا شباب؟ المعجزة، تحتها الكرامة، المعونة، الإهانة، الاستدراج. شوفوا يا شباب، أول شيء الآية. اثنين، ما هي الآية؟ اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم. المعجزة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه تصديقا له في دعواه. الكرامة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح غير مدع للنبوة. المعونة، أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخلصا من شدة. الإهانة، أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة خلاف مطلوبه. أخيرا الاستدراج، أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للألوهية. إلى هنا يا شباب، باقي معنا السؤال الخامس ونكتفي بهذا. صل، وصل يا شباب، يلا وصلوا هذه. صل بين النبي ومعجزته، يعني شوفوا رقم واحد عندنا صالح، رقم اثنين من؟ إبراهيم، رقم ثلاثة تحت موسى، رقم أربعة عيسى. يلا أنا أبي الكل يشغل عقله، صل بين النبي ومعجزته بوضع الرقم المناسب أمامه في الجدول. ما هي معجزة صالح؟ وقلنا هو أول نبي ذكرناه في المعجزات. ما هو، ما هي معجزة؟ هل الطوفان أو إبراء الأكمة أو تحول النار أو الناقة أو القرآن؟ معجزة صالح هي الناقة. معجزة إبراهيم، عندما أراد قومه أن يحرقوه تحول النار إلى برد وسلام. معجزة موسى، الطوفان والضفادع والعصا. معجزة عيسى، إبراء الأكمة والأبرص.